اول حاجه عايزه اعرف الميك اب. طبعا احنا بس اختصارا للوقت ف يعني عملتي الميك اب بتاع العين الاول؟ مظبوط. وهنفنش مع بعض. اللوك ده سلمى لوك سواري سواري مظبوط. احنا عاملين لوك سواري سامبل كده سموكي للعين. تمام. علشان بس نبرز نغمض عينيها. انا شايفه انه في جلاتر شويه وموضه يا سلمى. دايما كل العيون دلوقتي اللي هي اللي تبقى سباركلي كده شويه ترندي قوي. تمام. انتي برضو حتى مظبوط. ما شاء الله حلوين قوي. بس ده يعتبر دلوقتي ترندي يعني الجلاتر. مظبوط. هو ترندي وفي نفس الوقت كمان بيدي شكل كده للوك ان هو يبان رقيق اكتر. بعكس شويه الالوان المات بتبقى باينه ان هي اتقل. اللوك بتدي طابع اتقل كده شويه للوك. فالجلاتر بقى دلوقتي ساهر اكتر. طيب دلوقتي سلمى لما حطينا البلاشر في بنات كتير بتبتدي البلاشر من هنا. والله ما بهرج, في ناس تبتدي كده يعني من هنا بيحطوا كده. بس انا شايفه ما شاء الله خدها ظهر اكتر لما حطينا. ممكن تقولي لنا كده؟ ايوه. هو البلاش عامه تركايه كده. تركايه سلمى. البلاش احنا لما بنيجي نحط بلاش هو عامه دلوقتي ده كان منين لفين؟ كونتور. احنا بنبدا شويه من هنا من عند العظمه. بتاعت الفخذ نمشي كده هو شويه وننتهي فين؟ اخرنا هنا عند الحته دي, مش تحت العين. لا مش تحت العين الا لو احنا عايزين نعمل خدود. يعني لو احنا عايزين نعمل خدود. لو انا ما عنديش خدود خالص بالظبط هنعمل كده. نجيب بقى لون شويه على البينك او على البيتشي كده. أيوة. ونضحك شويه. ايوه هنعمل كده. بصي الفرق ما بين الخد ده والخد ده ظهر معانا. اللون ده موضه قوي دلوقتي صح بالزبط. يا سلمى جدا البينك شويه ده من ساعه ما جورجينا عملته طبعا كسرت الدنيا. كلنا حاطين البينك صح. حلو قوي ولونه صيفي. هل جدا ممكن يستمر معانا في الشتاء؟ ممكن. ليه لا؟ لانه برضو هو بيدي شويه الطابع بتاع النضاره. فاللون بتاعه بيدي براءه للوش وفي نفس الوقت بيدي نضاره. فاتسوكي جدا ان هو بالنسبه للنضاره كنت عايزه اسالك بعد شويه بس جبتيني للسؤال المهم قوي. دايما الناس لما بتشوف فيديوهاتك او صور لعرايس انت عامله لهم لا ده فلتر, لا استحاله مش عارف ايه. هل سلمى بتستخدمي حاجه قبل الميك اب مختلفه او حاجه غريبه بتخلي الناس دايما بتسال انه ازاي شايني كده البشره كده؟ مش حاجه غريبه. هو الفكره ان انا بحب جدا انصح العرايس دايما بتوعي قبل الفرح ان هم يهتموا جدا ببشرتهم. بلس ان ده في التكنيكس بقى انا ببرز. يعني لو البنوته اللي قدامي بشرتها حلوه انا بساعد ان بشرتها تبان احلى اكتر. مش بكتر خالص ان احنا نحط بقى فاونديشن كتير او الكلام ده. ده اللي هيبين البشره احلى. لا بالعكس هو ده ممكن يعني يجيب نتيجه عكسيه. يبقى عشان كده في بنات بتقول يعني ده السؤال اللي دايما بيسالوه انه طب ليه انا مش بطلع زي فلانه. هما بينسوا ان انت فلانه اهتمت ببشرتها قبل 3 و4 شهور اصلا من فرحها. ده اللي بيبقى فارق. مظبوط. انا لايتر لايتر انا عشق الهايلايتر. الهايلايتر ده مستمر معانا فور ايفر. هو باختلاف بس الاماكن بتاعه الحط بتاعته. يعني احنا مثلا الاول كنا بنحط الهايلايتر تقيل قوي مثلا وبنطلعه لحد قدام شويه. لا دلوقتي احنا بنحطه على العظمه دي, على عظمه الخد دي من فوق كده. فبيبرز العظمه وبيخليها مرفوعه اكتر. الخد يترفع اكتر لفوق فبالتالي بتبان. طيب. وعلى على المناخير ازاي فين نحط اللايتر؟ بصي بنحط كده في الجزء ده من فوق عشان نخلي المناخير تبان مرفوعه. ايوه وارفع. ايوه عشان في بنات بلاقي في لاين لايتر كده فبيدي طول كتير قوي. عندك حق فعلا. مش الطف حاجه ان احنا نحط الهايلايتر بالطول لان ده كمان بيبين الدنيا كانها اويلي. انا ما بحبوش خالص كده بالطول. هو احلى حاجه يبقى على التوب اوف ذا نوز كده. هيبقى الطف حاجه معانا يعني.